بالنسبة لروبرتو مانشيني. ميهايلوفيتش الآن يتصل الكرة سريعة عند سيميوني، سيميوني يمر الكرة خطيرة، نيدفيد خطيرة، نيدفيد الله في المرمى، جول! يفعلها نيدفيد، يفعلها نيدفيد، يفعلها ويتمكن من إحراز الهدف الأول للاتسيو في هذه المباراة بعد مضي 39 دقيقة. فابين نيدفيد ينجح، هذا اللاعب التشيكي وهو رابع موسم له مع لاتسيو. شوف شوف ها هي الكرة، وأيضا اصطدمت وتغيرت من كوردوبا وأنجيلو بيروتسي. الحقيقة محاولة منه فاشلة في إبعاد هذه الكرة، والكرة تستقر في المرمى محرزا بها باب النيدفيد الهدف الأول لفريق لاتسيو دي روما.